السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من أمام منزل عائلة طوطح الذي هدمته جرافات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم. نتحدث عن منزلين، إحداهما يحتوي على شقتين، نتحدث عن ثلاث شقق سكنية فعليا تم هدمهما صباح اليوم. نتحدث يعني نشاهد نحن هنا أمام ركام المنزل بعد أن قامت جرافات الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم ومحاصرة المنزل هنا في حي واد الجوز. سنتحدث عن تفاصيل الهدم مع أحد أصحاب المنزل. معنا هنا أستاذ عرفات. معنا هنا أستاذ عرفات طوطح. السلام عليكم، يعطيك العافية. السلام ورحمة الله. نعم، يعني بدي ربنا يعوض عليكم على ما حصل منذ صباح هذا اليوم. يعني شهدنا، يعني نشاهد الآن ركام المنزل. تخبرنا عن تفاصيل الهدم، وأنتم يعني من تذوقتم مرارة النكبة يعني وتذوقونها اليوم بعملية هدم وتهجير جديدة من منزلكم. الحمد لله رب العالمين، نحن سنة 48 وفي النكبة ومن اللاجئين، والحمد لله رب العالمين وصامدين ان شاء الله باذن الله. الله يعطينا الصحه والقوه وما بنترك البلاد هاي وما بنترك ارضنا ولا لايتها احدا، عرفتي؟ والحمد لله اللي صار انه صار لنا فتره طويله بنيين هوني، وبرضه يعني فتره طويله، ومن اول ما سكننا هون نحن من حوالي 26 سنه 25 26 سنه ونحن في هالمداعبات معاهم بالنسبه لترخيص. بقول لك انت باني بدون ترخيص، حاولنا عملنا المستحيل نطلع ترخيص نسوي اي شيء نغير نيم، ما زبط معانا ولا ايات اشي. وقبل 20 يوم اجوا حطوا قرار انه البيت لازم ينهدم. عودنا حولنا وامنا ورحنا وجينا ومحاميه وهذا كله طلع على الفاضي. اجوا اليوم الصبح، من الصبح اجوا هدوا البيوت، والحمد لله هذا اللي صار والله. يعني ايضا يعيش في هذا المنزل حسب ما تحدثتم باكثر، يعني هناك 18 فردا يسكن في هذا المنزل. مصيركم اليوم، يعني مخططاتكم في هذا في الايام القادمه بعد تحويل منازلكم الى ركام؟ والله تحولت الى ركام الحمد لله رب العالمين. بدنا ندبر حالنا في الوقت الحالي، نشوف شو بدنا نسوي، وان شاء الله هذا الركام بنعود نبني من اول وجديد. يعني يعني صامدين الارض ما بنتركها. يعني اذا ما هي حجه الاحتلال لتنفيذ عمليه الهدم هنا؟ بتدمش ولا حدا. لو تجيب لهم كل الرخص، جيب كل شيء في هالدنيا، ما بدهمش يخلوا ولا حدا في القدس. هاي بتسلوا زي البقص اسمي، زي هون دار وهون دار وغاد دار وهالشغله ماشيين، وما فيش حدا يردعهم ولا حدا حاكي معهم. بهدوا بتطلعوا فيش حدا حاكي، وبيكملوا بيكملوا بيكملوا لا ينظفوا كل القدس على الفاضي، ينظفوا يقيموا يحطوا. نحن صامدين صامدين. ايضا لو نوضح للمشاهدين عن موقع وادي جوز، حي وادي جوز هو ربما الاقرب الى البلده القديمه والمسجد الاقصى المبارك. يعني الموقع تبعنا اقرب، الموقع هون عندنا اقرب شيء على المسجد الاقصى يعني. فما بعرف هم حاطين عينهم على الموقع، وبقول لك هذا الموقع من اصعب المواقع، وحاولنا وراح نضل نحاول، وهدوا بنعود بنبني. نعم. وبهدوا بنعود ببني، ارضنا ما بنتركها لحدا. أيضا يعني مخططات الاحتلال في هذه المنطقة بعمل حدائق توراتية، شهدنا أيضا عملية تصليح الشوارع في الأيام الماضية. يعني تصليح الشوارع هل يخدم فعليا المقدسيين ويقومون، يعني نشاهد في صورة أخرى يقومون بهدم منازلكم لصالح هذه الشوارع والحدائق التي يدعونها بأنها حدائق توراتية؟ والله هو المزبوط لما سووا الشارع وظبطوا هذا، قلنا شكلهم بيظبطوا لنا يعني للمقدسيين اللي ساكنين هون. طلع العكس، يعني بيظبطوا هذا كله للحدائق، بده يعمل حدائق وطنيه هون، وهي طلع العكس. هاي بين ايش النتائج، يعني ما لهم الشهر هون مخلصين وهي بلشوا في الدور. يعني قاموا واحد تنتين ثلاثه، وفي واحد ضايله عندها محكمه الشهر الجاي ان شاء الله خير، ان شاء الله انها تمرق. هينا بنضل نقاوم يعني. رسالتك الأخيرة لكل من يستمع إلينا، وخاصة باستهداف المقدسي في مكان سكنه ومحاولة تهجيره من مدينة القدس، هل ينجح الاحتلال بتهجير المقدسيين من مدينتهم بحسب رأيك؟ ولا عمرهم بينجحوا ولا عمرهم. نحن صامدين للموت، نطلع من هون ولا ممكن، صامدين لحتى الموت لو بنقاوم بإيش مكان عندنا ولا ممكن. أرجوك معنا. إذا هذه رسالة أحد سكان المنازل هنا، نتحدث عن ثلاث شقق سكنية تم هدمها اليوم لعائلة طوطح في حي وادي الجوز، وخاصة باستهداف الاحتلال لهذا الحي بمخططات إقامة حدائق توراتية، وأيضا ما يقوم به بشكل دائم بتهجير المقدسيين من منازلهم. نتحدث ليس فقط في حي وادي الجوز بل بأحياء مختلفة من مدينة القدس، شهدنا عمليات هدم في بلدة
جبل المكبر وبلدة سلوان وأيضا بيت حينة، واليوم نشاهد عملية هدم جديدة في حي وادي الجوز. ويعني مثل ما نشاهد أيضا إن كانت الصورة، نستطيع أيضا الوصول للمنزل الآخر الذي تم هدمه هنا. يعني منزلان، أحد هذه المنازل تتكون من شقتين يعيش فيهما ما يقارب 18 فردا، اليوم تم تشريدهما وأصبحوا بلا مأوى في مدينة القدس بعد تحويل منازلهم إلى ركام. إذا كنا معكم من حي وادي الجوز بتنفيذ عملية هدم جديدة قامتها جرافات الاحتلال بحق عائلة توطح. طالما العود موجود جيبوه.